معالي الوزير، كنا وصلنا، واعذرني على المقاطعة لأنه كان ضروري أن نرى ما سيقوله. كنا نتحدث عن الدول ودور الدول. اليوم وزير الخارجية الإيراني كان في الخليج في قطر، ثم جاء إلى لبنان، اجتمع مع وزراء دول الخليج ومع وزير خارجية السعودية، جاء إلى لبنان، اجتمع مع رئيس مجلس النواب، مع رئيس الحكومة، وذهب إلى سوريا ويتحدث عن مبادرات. هل ما زال الوقت برأيك متاحا لمبادرات سياسية الآن لوقف الحرب؟ يعني الوقت داهم باتجاه الحرب أكثر من المبادرات، وكلما اتسعت دائرة الأعمال العسكرية كلما أصبح من الصعب الذهاب إلى حل دبلوماسي. وقد يرى البعض العكس، قد يرى البعض بأنه إذا ما كبرت ما بتصغر كما نقول في العامية. بدك تطلع أولا ماذا يحصل أو ماذا كان يحصل من مفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين في عمان. هذا عنصر أساسي في هذه المسألة. أنظر أيضا وأقرأ مواقف الرئيس الإيراني الإصلاحي، ماذا يقول بالنسبة إلى أن إيران لا تريد حربا. بالوقت ذاته عندك يعني تصعيد على مستوى الصواريخ التي أرسلتها أو ضربت فيها إيران الكيان الإسرائيلي، وبالتالي أسئلة تتقاطع بشكل غريب ولا نفهم فعلا ما المطلوب في هذه المرحلة. هل المطلوب تصعيد يذهب بالمنطقة إلى أخطر مما نحن فيه، أم أن التصعيد هو تمهيد للذهاب إلى مفاوضات ما؟ المشكلة في كل ما يحصل هي أنه الأمريكيين في مكان آخر، الأمريكيين منهمكين بانتخاباتهم، ويمكن في مكان ما غير قادرين على الدفع بهذا الاتجاه أو ذاك. بذات الوقت واضح جدا أنه الإسرائيلي يستفيد من هذا الفراغ بين مزدوجين على مستوى القرار الحاسم أمريكيا. وبالنسبة لدول أخرى الأوروبيين تحديدا، سمعنا اليوم سؤال الرئيس الفرنسي، وهذه خطوة جيدة، ما كان هذا الكلام نسمعه بالسابق، ولكن يبنى عليه شرط أن يكون هناك اللي بنسميه بالإنجليزي leverage، مين عنده قدرة على التأثير مع الجانب الإسرائيلي ووضع حد لآلة الحرب. لأنه عمليا آلة الحرب القائمة منا مجرد حرب، هي لها أهداف عند الإسرائيلي، اجتياح أو محاولة اجتياح جنوب لبنان إلى أهداف استراتيجية ولا تقتصر على الأعمال الحربية بسطحيتها. وهيدا كله بدك تشوف أنه هل يستفيدون من خلل باللحظة الإقليمية والدولية للقيام بما لا يستطيعون أن يقوموا به لاحقا. هذا سؤال برسم الأيام الجاية، لأنه فعلا كلنا عم نحلل بس ما حدا عنده المعطى الكافي، ما حدا عنده الوقائع الكافية، ولا ما يدور في كواليس ما بدي أقول المفاوضات بس في كواليس الدول وفي كواليس المعنيين بهذا الملف، يلي لم يعد يقتصر على غزة ولا يقتصر أيضا على لبنان. اتساع الملف جعله بمكان ما متفجر، ولكن أيضا ربما يؤدي إلى حل أوسع على مستوى المنطقة. نحن رايحين على أوسلو، ما يشبه اتفاق أوسلو، هذا أو مهم. رايحين على مجرد وقف إطلاق نار؟ لا أعتقد أن وقف إطلاق النار ممكن. هذا مهم جدا معالي الوزير، مهم جدا بالمعنى السياسي لهذه الحرب، لأنه كما تتفضل الدخول إلى الجنوب، محاولة القضاء على حزب الله كان بالأول الفكرة إبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود. الآن نرى أنه في محاولة للقضاء على حزب الله، قيادة الحزب، فرقة الرضوان، تفجير البيجر، يعني في عملية قتل جماعي لمجموعة الحزب كانت، ولذلك الحرب البرية طاحنة. ثمت من يقول أنه المطلوب الآن شهر من القتال الضروس للوصول إلى الانتخابات الأمريكية، وبعد الانتخابات حين تتضح الصورة يكون كل طرف حدد حدوده أو خطوطه الحمراء، وربما كل طرف ضعف إلى درجة بحاجة إلى التفاوض، إذا كان الإسرائيلي أو الذين يقاتلونه.
هل هذا ممكن؟ وحين تتحدث عن أهداف استراتيجية بالدخول إلى الجنوب، هل هي واضحة عندك هذه الأهداف الاستراتيجية؟ واضح لإلي كمتابع ويقرأ منذ 1948، هذه الأهداف لا تزال هي مع تفاوت بالدرجات. ما بننسى أنه نحن تعرض لبنان من 78، طبعا ما بدي أحكي عن النكبة والنكسة، بس بدي أقول لبنان تعرض لاجتياح ب 78 82 93 96 و2000 و2006، يعني السنوات منذ النكبة دلت على أنه هناك فعلا استراتيجية واضحة عند الإسرائيلي بالتوسع، وهذا التوسع له دائما عناوين مختلفة. اليوم ب 82 كان عنوانه المقاومة الفلسطينية، اليوم عنوانه المقاومة عبر حزب الله. هيدا كله ما بيطمن على مستوى وين رايحين. هل سيتمكن من أن يصل إلى ما يريد؟ هيدا منا نزهة، هيدي منا نزهة أبدا، وبالتالي الوصول إلى أكثر من ذلك وانتظار نتائج العمليات العسكرية لنروح على حل سياسي دبلوماسي مغامرة أيضا، ومش أكيد أنه محسومة النتائج. أنا مني خبير عسكري، ما بعرف، بس أنا بمتابعتي بقول لك أنه عم نخاطر بالمنطقة ككل. البعض بيحكي عن سايكس بيكو جديد، ما بعرف، بس مش هيك بتصير ولا رح تكون بهالبساطة. أكيد منا نزهة. الانتخابات الأمريكية والتركيز عليها هي عامل من العوامل المطروحة على الطاولة، بس في عوامل أخرى العلاقة بأي منطقة عم نشوفها بالمدى القريب، العلاقة بأدي في قدرة على عند الجانب الإسرائيلي مثل عند الآخرين من تحمل هذه الحرب. في شعور يمكن بأنه شهر أو شهرين أو ثلاثة، هذه أمور ربما العسكريين بيعرفوا فيها، بس مني أكيد أنه المدى الجغرافي اللي عم تاخده الحرب ومدى أيضا الضرر السياسي والدبلوماسي، لأنه بالآخر مصالح الدول تتوقف أحيانا على أشياء هلأ منا شايفينها. والتفاوض، برجع بقول، اللي كان قائم ولو بشكل غير مباشر بين الأمريكيين والإيرانيين، واحد بده يسأل ماذا أنتج؟ وين أخذنا؟ هل أنتج تفاهم الحد الأدنى وستظهر نتائجه؟ هل يمكن، بدي أفترض استمرت العمليات الحربية والعسكرية، وصلنا على الانتخابات الأمريكية، أنه شو بيغير إذا الاتجاه بعده هو ذاته؟ لأنه كمان الرهان على أنه إذا بيجي ترامب ولا هاريس بيغير كل شيء، لا، بعتقد في تبسيط لهيدا الأمور، مش بهالبساطة هي. وفي إدارة أمريكية تعمل بشكل مستمر، بتتغير الإدارة بس الخطوط العريضة بتبقى مثل ما هي. مشان هيك بعتقد في رهان على دور أمريكي آخر ياخد معين الاعتبار أنه هاي المنطقة ما فيها تستمر بأحادية، ما فيها تستمر بأنه في حدا بده يربي كل العالم من المحيط إلى الخليج وبده يقول لهم كيف يعيشوا وكيف أنظمتهم تشتغل. لا، هيدي رح توصل لمطرح أو يمكن ما توصل. ف يمكن طيب، ما عندنا المعطيات. طيب معالي الوزير، عم بتردد إني أحسن بهذا الاتجاه أو زيك.